اوكي، بما ان الحلقه اللي فاتت من الف مبروك بصراحه عجبتني جدا وكنت حاببها، ونوعا ما كنت عايز اتكلم اكتر عن المواضيع دي، خصوصا ان انا مقاطع دلوقتي المحتوى الاجنبي، انصحك بقوه ان انت تشوف الحلقه اللي فاتت لانها ان شاء الله اتمنى تعجبك. يعني ما علينا، حد من الكومنتات اقترح عليا اتكلم عن فيلم طير انت، النسخه المصريه من الفيلم الاصلي بدل زيلد، لو نطقت اسمه صح. بصوا، انا اتفرجت على فيلم طير انت من زمان فشخ، وكنت نوعا ما زي ما تقول كده منبهر بالفيلم ده. فيلم كرييتيف خارج عن المألوف، بكوميديا سابقه زمانها بكتير. ولما عرفت ان الفيلم ده مقتبس من الفيلم الاجنبي، عايز اقول لك ان انا ما اتصدمتش، لان افلام كتير قوي مصريه مقتبسه من افلام اجنبيه، واغلب الوقت الفيلم الاصلي بيبقى احسن بكتير. وعشان حبيت طير انت فكنت متحمس جدا للاجنبي المقتبس منه، قلت هيبقى اعلى منه بكتير. دخلت اتفرجت على الفيلم الاجنبي، ولاول مره في حياتي احس بكميه الكرنج والقرف اللي انا شفته من الفيلم ده. انا داخل انضف عينيا وقلت بعلي في فيلم اجمد، لقيتني طالع اغسل عينيا بصابون من العبث اللي انا شفته. انا لاول مره في حياتي اشوف فيلم تقليد مش بس احسن من الفيلم الاجنبي، لا ده يفشخه. لا لا يا 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 باولو يا باولو، يدوس عليه باقذر جزمه ويطلع مكتسح مش كسبان. ما علينا، سيبنا من المقارنه دي دلوقتي وتعالى احكي لك نبذه عن كل فيلم. الاول هنبتدي بالفيلم الاجنبي. الفيلم ده من بطوله براندون فريزر واليزابيث هالي وفرانسيس اوكونر، واتعمل سنه 2000. الفيلم بيتكلم عن موظف مبيعات نيرد او عبيط فشخ، محدش من زمايله بيحبه وبيتريقوا عليه، بيكراش على بنت شغاله معاه في الشركه، ما تعرفش انه عايش اصلا، وعنده امنيه انها تحبه، وهنا بتجيله الشيطان وبتقرر تحقق الامنيه دي مقابل روحه. اما فيلم طير انت معلم، فده من بطوله احمد مكي والجامد جدا ماجد الكدواني ودنيا سمير غانم ولطفي لبيب ومحمد سلام وهشام اسماعيل، واتعمل سنه 2009، يعني بعد الفيلم الاجنبي بتسع سنين. الفيلم بيتكلم عن دكتور بيطري وحيد وغريب وما عندوش خبره مع البنات، زمايله مصاحبينه بس بيسخروا من غرابته دي، بيقابل واحده عايزه تعالج كلبها وبيفتتن بيها وبيبقى حلمه انها تحبه. هنا بيظهر له عفريت في عيد ميلاده وبيقول له هيحقق له الامنيه دي، والمقابل مكي يمضي له على شهاده الاعداديه عشان يقدر يتخرج من المدرسه، وتتوالى الاحداث على كده يا معلم. طيب، اول حاجه هنقارنها هي البطلين. اول ممثل معانا هو الممثل الاجنبي براندون فريزر، ممثل جامد عبقري جدا، لسه واخد الاوسكار السنه اللي فاتت في فيلم زويل. بس الراجل ده في التسعينات كان غريب جدا يا اخوانا، بالذات في الفيلم ده. طريقه كتابه شخصيته حسستني انه مش لايق نهائي على الدور، وان الكتاب كانوا عايزين جيم كاري مكانه. هتقول لي ليه يا عم؟ لانه طول الفيلم رياكشناته حرفيا نسخه مقلده ورديئه من جيم كاري، اللي كان ساعتها مكتسح الكوميديا الكرتونيه بتاعته في افلام كتير جدا زي ايس فينتورا وذا ماسك. براندون فريزر كان بيقلده تقليد اعمى، حركات هبطانه وكوميديا كرتون لوني تونز، وتعبيرات وش تحسها طالعه من توم وجيري، كوميديا باهته وقديمه ومش بتاعته، ومن كتر ما تحسها مقلده تلاقيها اتعكست على كل شخصياته في الفيلم ده، كلهم بلا استثناء نفس الاداء بنفس الميك اب والازياء، ما قدرش يعلم معاك في ولا شخصيه وما عرفش يميز ولا واحده فيهم، كلهم شخصيات كرتونيه عبيطه ثنائيه الابعاد بطريقه كلام واحده واسلوب حركات واحد. تعالى بقى نخش على احمد مكي يا معلم. احلى حاجه في طريقه كتابه الشخصيه دي ان ليه ابعاد، هو نرد وعبيط وبيعمل حركات هبله كتير، بس ليه حدود معينه، اللي هو انا هعبط بس مش هافور، هعمل كاركتر ساخر بس مش كرتوني، هضحكك بس مش هتفه نفسي زياده عن اللزوم. ده غير ان ليه ماضي، ليه بعد تتعاطف معاه وتتعلق بيه اكتر. قصه مثلا ان امه وابوه ماتوا في حادثه، واللي رباه جده اللي ارتبط بيه قوي وكان بياخده حديقه الحيوانات فتعلق بالحيوانات وحبهم، ومن كتر ما حبهم خدهم بديل ليه عوضه عن وحدته وحرمانه من اهله، وبعد موت جده انزلق اكتر في وحدته فبقى غريب او سوشيالي اكورد مش اجتماعي، وملوش ملجا غير صحبه الحيوانات. الحاجات دي بتديك اسباب بتعرفك ليه الشخصيه دي عبيطه كده، ليه مش عارف يكون صحاب، فانت بتبقى فاهمه او متعاطف معاه اكتر، بتبقى فاهم ليه هو حب البنت من اول نظره وانه محتاج معاه حد يونسه. ده مش موجود في الفيلم الاجنبي يا اخوانا. شخصيه براندون فريزر عبيطه وهبله عشان هو اتكتب كده، ملوش صحاب عشان المخرج عايز كده، ملوش ماضي فهمنا سبب وحدته او غرابته دي. ده غير بقى شخصيات احمد مكي يا معلم، كل شخصيه فيهم مختلفه عن التانية، كل شخصيه فيهم ليها طابع مميز، كل شخصيه فيهم ليها لازماتها الخاصه بيها. بوسه ان بابليك وما فيهاش فيلينجز، سو وات بيبي، عنت عنت تيت على عينت تيت عليه. لا تعليق، لا بجد فين اللي تعليق؟ اوه ليلتنا مطينة بطين اللالادي. سمير غانم قفشت افلام. محبوب اخرنا اخرنا. شخصيات ابدع فيها مكي لدرجه انه طلع من الفيلم ده شخصيه فضل يحلبها في المسلسلات على مدار 13 سنه، وهي شخصيه انا الكبير.
رغم ان وجوده اصلا في الفيلم ما كانش يتعدى العشر دقايق، وفي برضه شخصيات تانية كتير هنتكلم عنهم قدام. خلينا في احمد مكي دلوقتي، اللي سكريبت ساعده بشكل كبير جدا انه يطلع احلى حاجة في كل الشخصيات دي ويقدم لنا فعلا فيلم الكوميديا بتاعته مختلفة. نخش في تاني نقطة معلم، علاقة البطل باللي حواليه. في الفيلم الاجنبي بريندن فريزر ملوش صحاب، صفر، كل زمايله بيعملوه كأراجوز، بيهربوا منه، بيخرجوا من غيره، نكتة ومسخرة، ولما قابلهم صدفة كانوا بيشجعوه يكلم الكراش عشان يضحكوا عليه لما تهزقوا، تنمر واضح جدا. اما في الفيلم العربي تير انت، فاحمد مكي علاقته بزمايله اللي هما محمد سلام وهشام اسماعيل ما كانتش صداقة، بس كانوا نوعا ما قريبين او على الاقل لزاز معاه، مش بيتنمروا عليه. خدوا معاهم مصلحة لما محمد سلام شقط تلات بنات، وكان عايز احمد مكي معاه في عيد ميلاده عشان يشوف له البنت التالتة، ولما البنت التالتة ما جاتش طردوه عادي جدا من الحفلة ورجعوه البيت. فاه في تنمر واضح وصريح جدا، مش هقولك انهم كانوا صحابه قوي، بس كانت علاقتهم لذيذة. فين الضحكة الحلوة؟ اهي يا جو اهي. طيب. طب هتقولي فرق في ايه علاقتهم تكون لذيذة او لا؟ ده هيفرق في ايه في القصة؟ هقولك في فرق كبير يا معلم. مع كل شخصية جديدة احمد مكي بيقوم بيها، زمايله دول بيبقوا ليهم دور في كل قصة، معناها ان العفريت كان بيحطهم في كل قصة مع مكي عشان عارف ان دول اقرب حد ليه، في مبرر انهم يكونوا جزء من الاحداث، جزء من حياته. اما ايه مبرر صحاف بريندن فريزر انهم يكونوا معاه في كل شخصيه بينتحلها؟ دول بيكرهوه اصلا، لا اصحابه ولا حتى محترمينه، ليه بقوا جزء من حياته؟ ليه الشيطان حشرتهم معاه في كل قصه؟ المفروض ما لهمش قيمه، لان مفيش علاقه بتجمعهم بالبطل اصلا، اللي هم اتحشروا عافيه كده كرؤيه كرييتيف من المخرج ان احنا هنجيب شخصيات في حياته يتحطوا في كل قصه هو بيعيشها. انا شايف ان الفيلم العربي عملها بطريقه اذكى بكتير، بنى علاقه ما بين البطل واصحابه عشان يكون ليهم مبرر انهم يكونوا جزء من حياته في كل شخصيه بينتحلها. طيب نخش على علاقه البطل بحبيبته. بصوا، في الفيلم العربي وفي الفيلم الاجنبي البطلتين كانوا حلوين، بس انا حابب ادي تقدير اكبر بكتير لدنيا سمير غانم، لان الشخصيات اللي تناولتها كانت متنوعه اكتر بكتير جدا من فرانسيس اوكونر، اللي كل شخصيتها كانت واحده مش مميزه، اما دنيا كان قدامها تحدي اكبر بكتير. ده اساسي طبعا. انت عارف الحفله فين؟ الراجل هو اللي يحترم مرته، ما يعاملهاش كيف البقر. ايه هو الجواز؟ انام لوحده؟ لا لا على فكره انت فهمتني غلط خالص. لا يا بابا فوق. برضو الكيمياء اللي ما بينها وما بين احمد مكي كانت اقوى بكتير من الكيمياء اللي ما بين فريزر وفرانسيس. الكيمياء اللي ما بينها وما بين احمد مكي كانت قويه لدرجه ان دنيا سمير غانم اشتغلت معاه في المسلسل اللي قعد 13 سنه الكبير قوي لغايه الموسم السادس، ولما غيروها بمربوحه ناس كتير اتضايقت، وكانوا شايفين ان الكبير هيفشل من غيرها لانها كانت عمود من عمدان نجاحه اصلا. وعلى الرغم من اني بحب رحمه احمد في دور مربوحه، بس الموسم الاخير من المسلسل ده اثبت لي ان دنيا سمير غانم لا يعلى عليها. طيب نخش بقى معلم على قصه العفريت، ماجد الكدواني في طير انت والشيطان اليزابيث هالي في فيلم الاجنبي. اولا كده شخصيه ماجد الكدواني احلى بكتير لان دمه خفيف وقصته مضحكه اكتر، وكان بيزق شويه في الكوميديا مع مكي. عفريت في تانية اعدادي نفسه يتخرج، بس عشان ياخد الشهاده لازم يحقق امنيه لحد، بعيدا عن كميه الافيهات اللي ممكن تطلع من القصه دي لوحديها، ده غير ان شخصيته في الفيلم عبيطه بالظبط زي احمد مكي، بس دوره يا اخوانا كان اجمد. ماجد الكدواني في الفيلم ده كان بيقوم بدور كيس الملاكمه، الافيه بيكون عليه هو، مكي ينزل عليه تريقه وقصف جبهات وشتيمه، وهو بكل سذاجه وتلقائيه بيستقبل كل ده ويعلي كمان في ليفل العبط ويبوظ الدنيا اكتر، فيتهزق اكتر فنضحك اكتر. اللي بعده يا فاشل. اما حوار الشيطان اليزابيث هالي فما كانش بيطلع منها ضحك خالص في الفيلم الاجنبي، هي كانت موجوده للاغراء مش اكتر، انها بان سكسي جذابه وتتمرقص وهي بتمشي، موجوده لجذب المراهقين، وده هنتكلم عنه اكتر قدام. بلس قصتها مبتذله، شيطان بيحقق لك رغباتك مقابل روحك، اكتر قصه بتتحلب منذ قديم الازل، ودايما تميل لقصص الرعب لانها لما بتتعمل في الكوميديا بتطلع مش احسن حاجه خالص. عجبني فيلم تير انت انهم اتخلوا عن العبث ده، حوار الشيطان والكلام ده كله، وعملوا حاجه تليق بينا قوي مجتمع عربي مسلم، في ناس كتير منهم مش بيتقبلوا النوع ده من السخافات، بلس قدروا يطلعوا منها ضحك اكتر. نخش بقى يا معلم على الكوميديا والضحك والفرق الرهيب جدا ما بين الفيلمين. في الفيلم الاجنبي الكوميديا كلها جنسيه، ايحاءات قذره جدا، تخيل بريندن فريزر عمل في الفيلم ده خمس شخصيات كامله، وكل شخصيه الافيهات بتاعتها جنس بس، واحد عملاق عضو تناسلي صغير في حبيبته فكست له، واحد رومانسي وحساس وحبيبته سابته عشان عايزه راجل يشكمها ويضربها اثناء العلاقه، واحد كاتب ويوم ما اصطاد حبيبته
خطيبته طلع انه شاذ ومتجوز راجل، رئيس عصابه مراته بتخونه مع عشيقها، حاجه في قمه القرف. انا مش بمانع نهائي الكوميديا القذره او الديرتي او الدارك هيومر، بس دي كوميديا طالعه من كاتب اتحشر ومش عارف يلاقي ضحك، فقال لك ارمي افيهات جنسيه طول الفيلم وهتعدي. فبين كل مشهد ومشهد هتلاقي افيه جنسي مقرف باين انه محطوط عافيه لقله حيله الكاتب اللي بيستجدي المشاهد انه يبتسم او يضحك على الحاجات دي، غير انها حركه رخيصه جدا لجذب المراهقين او الرجاله اللي بيخشوا الافلام بناء على ان البطله جامده ولا لا، وفي كام افيه جنسي وفي اري ومشاهد ابيحه ولا لا. ما علينا، كوميديا في الفيلم الاجنبي كانت اوفر جدا بصراحه في حته الديرتي او الكوميديا القذره. تعال بقى يا معلم نخش على كوميديا طير انت، وحابب ارفع القبعه للمؤلفين احمد مكي، احمد الجندي، وعمر طاهر. انا عن نفسي بشوف ان افضل انواع الكوميديا او من افضلهم هي الكوميديا الساخره، البارودي على احداث او قصص معلمه معانا احنا كشعب، او اللي بتتريق على تصرفات متداوله جدا ما بيننا، او حاجات مبتذله او كليشيه بتتعمل، وهي دي كوميديا طير انت يا معلم. انت الفيلم حرفيا اتريق على كل حاجه، كل ستيريوتايب موجود، بدايه من التريق على شباب الساحل، العضلات والجيم والحفلات، الاوبن مايندد بس جواهم سطحيين وفاضيين ومنهم كتير جدا رافعين القرون واغلبهم في اي خناقه بيعيطوا، اتريق عليهم من قبل ما يطلع ترند الساحل اصلا، ترند الساحل الطيب والساحل الشرير، او اتريق على المغني الرومانسي اللي افلامه كلها بتدور على حبيبته اللي سابته والبنت اللي خانته ومرها في الحس الساذج واللي بيفتقد للرجوله وشعر صدره اطول من شعر رجله، ورغم افتقاره للرجوله دي لسه معشوق البنات اللي ما بيشوفوش منه غير احساسه ومحنه ملوش اي مواقف رجوليه تذكر، او اتريق على الكبير عمده البلد الطاغيه اللي مستعبد شعبه وحابس مراته، وده بارودي اصلا لفيلم شيء من الخوف، واحد من اعظم الافلام المصريه في التاريخ بنفس الشنب ونفس النهايه، الشعب اللي بيثور عليه. الاطار الكوميدي او شخصيه العمده دي من كتر ما هي مميزه اتعمل لها مسلسل لوحديها، او التريقه على الخليجي اللي بيجي مصر يقضيها كبريهات ويشقط حريم وينقط الرقاصه ويضحك عليه في الاسعار ويعمل نفسه ناصح، ده غير انه بيعامل الناس باقل منه وفلوسه زي الرز بيرميها على اي حد، لان هي دي اصلا النظره السطحيه او الاستريوتايب اللي ناس كتير جدا بتشوف بيه الخليجيين في الدول العربيه الثانيه، انهم بييجوا عشان يرقصوا ويرموا فلوس كده في الشارع وخلاص، رغم ان في منهم كده وفي منهم لا، بس هو بياخد التصرف العبيط ده وبيبالغ فيه لاقصى درجه عشان يقدر يطلع منه ضحك. او التريقه على الافلام الهنديه الاوفر اللي ما يعرفوش واحد اتنين قوانين فيزياء ونص الفيلم رقص والنص التاني بطل بيفشخ في كل الفيلم وبياخد 100 طلقه وبيطير وبيقف على رجله عشان حب حياته، والترجمه العبثيه للكلام والمونتاج والسلو موشن وطريقه التصوير، وفي الاخر حبيبته تطلع اخته، كبلوت تويست يفصلك ويطلعك من الفيلم ده تسب لهم وتلاقي نفسك بتسال نفسك سؤال، هي ليه دايما بتطلع اخته في كل الافلام الهنديه؟ او بارودي مثلا عن موقف الشهير لحسن شحاته وميدو لما كانت مصر ساعتها في كاس امم افريقيا على حد علمي لو انا متذكر صح، وميدو عمل حركه كده لغايه دلوقتي لسه معلمه معانا كمصريين، لما طلع وزعق وكلم كابتن حسن شحاته وحش، هم خلوا محمد سلام يتكلم بصوت مسرسع اكنه ميدو، كان نوع من المبالغه عشان يوريك قد ايه كان تصرف عشوائي. بس التصرف ده لوحده اتحفر في ذاكرتنا كمصريين اكتر من الماتش نفسه. الكوميديا الساخره في الفيلم ده كانت عاليه قوي لان كل حاجه اتريقوا عليها قريبه مننا، اقرب من عاداتنا ومن تفكيرنا، من مواقف علمت معانا، فهو مش بس بيلعب على الاسقاط، لا هو بيعري لك الناس اللي بيتصرفوا بالتصرفات دي او بيبالغ في تصرفاتهم دي عشان يفضحهم او يوريك سذاجه تفكيرك واللي انت واخد عنهم انطباع غلط، ودي انا بشوفها واحده من افضل انواع الكوميديا. تفاصيل ثانيه هتعرفك اكتر ليه الفيلم كتير انت احسن بكتير من الفيلم الاجنبي. احمد مكي كان كل ما يحاول يخرج من بره شخصيه بعد ما بيفشل ويرجع تاني للواقع كان بيعمل الحركه دي بس 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 وعلى ايه، حركه تبين انه فشل وفيها ضحك ووسيله كمان ترجعه بيها. اما في الفيلم الاجنبي فعشان كان يرجع للواقع كان لازم يكتب في التليفون رقم 666 وده رقم الشيطان حسب الاساطير، حركه تبان كرييتيف وقتها ولكنها مش مميزه، لان من قبل الفيلم بكتير احنا عارفين ان الرقم ده رقم الشيطان واستخدموه في قصص كتير جدا قبله. برضه المؤثرات البصريه في الفيلم الاجنبي زي الخرا، هتقولي يا عم انت ده فيلم اتعمل من 23 سنه، ما تافورش وما تحاولش تطلع لنا بقى غلطات بالعافيه، هقول لك انت صح وغلط، فعلا صح لان الفيلم ده فعلا قديم والمؤثرات البصريه في الوقت ده مش مطلوب منها انها تكون احسن حاجه او تقارن بدلوقتي، غلط لان ما كانش ليها لازمه اصلا. في اول الفيلم لما الشيطان ورى البطل هيئته الحقيقيه كانوا مستخدمين ميك اب وكان شغال، ليه حاولوا يغيروا ده ويجيبوا شيطان معمول بالكمبيوتر وجحيم وبتاع؟
ما انتوا استخدمتوا في الاول ميك اب، ليه تغيروه وانتوا عارفين انها مش هتظبط قوي؟ اخر حاجه حابب اتكلم عنها يا اخوانا هي نهايه الفيلمين. نهايه فيلم الاجنبي الحاد ومش منطقيه. بريندن فريزن استغفر الله العظيم بيقابل الاله اللي بيقول له انت حلو زي ما انت، مش لازم تغير نفسك عشان حد، فبيقرر انه ما يتمناش الامنيه الاخيره عشان الشيطان ما تاخدش روحه. فالشيطانه بتعاقبه وبتهدده انها ترميه في الجحيم، فبتكون امنيته الاخيره ان حبيبته تعيش حياه سعيده. فالشيطان بترجعه تاني لحياته وبتقول له انت في امان وانا عفيت عن روحك لانك اتمنيت امنيه فيها ايثار ما فيهاش انانيه، اتمنيت الخير لغيرك. لول، يعني الشيطان هنا كانت طيبه وكانت بتختبره او عايزاه يغير تفكيره، والاله برضو في الفيلم اللي قبله قال له انت حلو زي ما انت برضو طيب. امال مين الشرير اللي في القصه دي؟ احنا هنهزر مع بعض. ومن امتى بيتم تجسيد ان الشيطان طيب في اي عمل عموما؟ قصه عبثيه جدا. لا، واوريك العبط اكتر. بعد ما بيرجع لحياته بيعترف للكراش بتاعته انه بيحبها فبترفضه، ولكنه دلوقتي بيندق وبيقبل الرفض ده، وبيروح بيته بيلاقي جارته اللي هتسكن جنبه جديد نسخه من الكراش شبهها جدا، فبيتموحن عليها. التعريف الحرفي لانا دايس في الخرا حافي، انا مع اي حد بيتنفس. مش في اخر اسمك ته مربوطه؟ خلصانه انا دايس. يعني انت كنت بتحب القديمه عشان شكلها بس ده اللي جذبك ليها؟ ايه السطحيه دي يا اسطى؟ 7 امنيات وتبيع روحك عشان واحده شكلها كان عاجبك؟ ما فيهاش اي حاجه جذباك غير جسمها، لدرجه انها لما رفضتك رحت الاول بنت شبهها. طب شخصيتها ودماغها فين؟ ده ما جذبكش خالص؟ اما في الفيلم العربي يا معلم، فالبطل بيقتنع انه ما ينفعش يبقى اي حاجه غير نفسه، وبيفوز بفتاه الاحلام مش واحده شبهها. مش لازم افتكاسه عشان نحسس المشاهد اننا تعبنا في الفيلم، مش لازم حنيكه والله لو القصه ما فيهاش مجال للحنيكه دي. بس كده يا معلم، تخلص حلقتنا على كده. ده بالنسبة لي رأيي الشخصي، ليه شايف فيلم طير انت احسن بكتير من الفيلم الاجنبي؟ قولي رأيك في الكومنتات، ويا ريت بعد اذنك عشان اريد شوية اول الفترة دي تدعمني بلايك لو عجبك الفيديو. يعني لو وصلت لهنا والفيديو عجبك اعمل لايك، ساعدني اوصل 200 الف ان شاء الله عشان هاند. اعمل لي فولو برضو على الانستا لو حابب، وبس كده. بيس.